هل لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وما الحكم لو قرأ المصلي غيرها من سور القرآن الكريم؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، فالجمهور على أن قراءتها ركن من أركان الصلاة، ولا يغني عنها قراءة غيرها من سور القرآن الكريم، لما رواه الجماعة من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي في الحديث متوجه إلى ذات الصلاة، فتكون منعدمة عند عدم قراءة الفاتحة فيها. وفي رواية أخرى صححها الدارقطني: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو صريح في عدم إجزاء هذه الصلاة لصاحبها، ولما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، كررها ثلاثة. والصلاة الخداج هي الناقصة، والصلاة الناقصة غير معتبرة شرعا. ويرى الحنفية وأحمد في رواية عنه عدم فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة، ويجزئ قراءة غيرها من القرآن، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر منه، حيث أمر الله سبحانه في الآيتين المصلين بقراءة ما تيسر لهم قراءته من القرآن، ففيهما عموم يقتضي إجزاء قراءة ما تيسر من القرآن الفاتحة أو غيرها، لما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأفاد أمره المسيء صلاته بقراءة ما تيسر له من القرآن، فدل على عدم تعين قراءة خصوص الفاتحة، ولأن الفاتحة لو كانت فرضا في الصلاة لوجب تعلمها، واللازم باطل فالملزوم مثله، غير أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بفرضية قراءة الفاتحة لما استدلوا به على مذهبهم. والأمر بقراءة ما تيسر من القرآن إنما هو في قيام الليل الذي هو مظنة التخفيف على من يقومونه، كما ورد في سياق الآية. وعدم أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في الصلاة لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من حاله، فأمره بما يستطيعه ولا يشق عليه الإتيان به. هذا، وبالله التوفيق.